ويتبقى الجملة اللي بتربط بيننا دايما، الجملة اللي بتتلخص في الخمس كلمات دول. أهلا بكم في برنامج البرنامج. عامة هو شخصية عجيبة في المجتمع المصري، مرة مع الإخوان، مرة ضد الإخوان، مرة مع حكم العسكر، مرة مع ضد العسكر، فمش عارفين له يعني إيه بصراحة. أنا مش عارف أحدد شخصيته. فأول عيد ميلاد النهاردة بقول له كل سنة طيب. الاستظراف، التريقة على الناس، مروش كده يعني. عايز اقول له النهارده المفروض ان النهارده المفروض زي ما بتقولي حضرتك كل سنه طيب ولا عيد ميلاده، مش هقول له كل سنه طيب. انا عايز اقول له ان خليك راجل كويس، انت راجل من مصريه، فخليك خلي البلد تتعدل وتصحرا بس. كل عام وهو طيب وعقبال الف سنه. دكتور باسم يوسف طبعا فاكرينه كلنا، اللي كان بيعمل برامج كوميديه جدا جدا او كوميديا سياسيه، وان كان طبعا بقول له كل سنه وانت طيب. تمام، هو بقاله كتير اصلا يعني من فتره طويله، وقت ما كان يعني الناس بتتابعه كده في البدايه، ما ابتدى من ساعه الثوره وكان ساخر في ايام الحكم وكده، بعد كده بقى يعني كل سنه طيب. انا كانت الحلقه الشهيره جدا بالنسبه لي اللي هي كان بيهاجم فيها قطر، كان عامل اوبريت الوطن العربي او الحلم العربي، وطن حبيبي الوطن الاكبر، كان هو بيقول قطر يا حبيبي القطر الاكبر يعني. قطر يا حبيبي الأرض الأصغر، يوم ورا يوم أمواله بتكبر، استثماراته مالية حياته، قطري بيصرف وبيتبشر، قطري قطري. النهضة كانت فكرة، النهضة كانت فكرة باب، هي خوف شعبه بالإرهاب. كم فكرنا قراطيس جانب الصندوق، وسيبنا يسوق علشان عايزين من نهضة ندوق، والرئيس طلع كذاب. النهضة كانت فكرة هباب، خوف شعبه بالإرهاب. سقف غباوته لما جمعته، لبسنا في الشلة بتاع مهو بالصندوق، وسيبنا يسوق أتاري الخازوق. فاكر ان هو باسم يوسف كان بيستهزئ من الضعيف حتى لو مخطئ، والقوي لو مخطئ ما يقدرش يجي ناحيته، واللي احنا ده اللي احنا وصلنا له. القوي لما جه ناحيته طار. باسم يوسف هو البرنامج بتاعه.